السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخادم من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم عندنا اللكزس اي اس 350 فئة سي اي موديل 2018، وارد البرين، طبعا هو وكيل عمان أو يسمى سعود بهوان في عمان. عموما أخوان الكرام، سعر السيارة في حدود 149 ألف ريال تقريبا. السعر لا يشمل الضريبة ولا التسجيل. ناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفات السيارة وميزاتها. للمعلومية، السيارة تعتبر هي أقل فئة باللكزس اي اس الستة سلندر. طبعا أخي الكريم، لا تنسى زر الاشتراك وبرضو زر التنبيه. اللون هذا المعلومية اسمه تيتانيوم، لون جديد طبعا، تقريبا في 2015 نزل. نتكلم عن مواصفات السيارة. أول شيء نتكلم عن المحرك، اللي هو V6 6 سلندر 3500 سي سي، طبعا 3.5. وبالنسبة للجير فهو أوتوماتيك من 6 سرعات تبترونيك. نظام الدفع فهو دفع أمامي. لا ننسى السيارة بالأول والأخير اسمها كامري الشيوخ، يعني سيارة من لكزس من تويوتا، يعني شبيهها بالكامري 6 سلندر وبالأفالون. مواصفات السيارة خارجية، سيارة تيجي بفتحة سقف وليست فتحة بانوراما. نبحث عن العزل أكثر، ممكن فتحة السقف ممتازة مع أنوار LED نهارية وأنوار زنون وحساسات أمامية طبعا عدد 4 زي ما تشوفون بالزاوية في جوة السيارة زي تصدم فيه. وعندكم برضه في الشبك الأمامي في حساسين وكشافات ضباب LED، جنوط ألمنيوم مقاس 17 إنش، أزياق كروم جانبية، عندكم إشارات بالمراية. وزي ما تشوفون أنوار LED خلفية وأربع حساسات، ولا ننسى الجناح الخلفي. نروح إلى بطاقة الوقود. أتكلم بطاقة الوقود لكزس 350 3.5 سيدان، دفع أمامي 4 أبواب، كل لتر بنزين تمشيك 12 كيلو. تقييم السيارة سيء جدا بحكم أن السيارة 6 سلندر. السيارة من الداخل تجي باللون الجملي، طبعا في لون بيج ولون جملي وفي لون أسود، لكن الأكثر دارجة في السوق الخليجي هي الجملي والبيج. اللون الأسود الأسواق الأمريكية تحبه أكثر من اللون هذا. طبعا اخوان الكرام، للمعلومية، السيارة دخول ذكي من جميع المنافذ. بسم الله، نطلع مفتاح السيارة. هذا هو مفتاح السيارة. عندكم فتح اغلاق فتح الشنطة وجهاز انذار. طبعا الشنطة تفتح فقط ما تسكر كهربائي، يعني شنطة ما هي كهربائية. سيارة دخول ذكي من جميع المنافذ زي ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحين احنا داخل السيارة نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة. اول شيء نعدل الجلسة عشان ناخذ راحتنا شوي بالتصوير. انا صراحة ارجع المرتبة كثير ورا علشان تكون الزاوية ممتازة. بسم الله. كرسي السائق والراكب حركة كهربائية طبعا ما يحتاج. المقاعد بجملي باللون، المقاعد باللون الجملي، وزي ما تشوفون المخرمة، يعني ممكن تعطي تهوية فقط، ما هي تبريد ولا تصغير، ما فيها النظام هذا. زجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة. في ناس تزعل ليش تقول زجاج كهربائي، احنا لازم نعطيكم كل شيء في السيارة. نحاول نذكر اهم المواصفات، اللكزس ما في كل بوها فيها ارباقات، ونذكر لكم ان فيها ارباقات عشان الناس تعرف. عموما زجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة مع مراية كهربائية بخاصية الطي الاوتوماتيكي. عندكم حساسات الطفية وتشغلها من هنا. الدركسون طبعا عندكم تحكم بنظام الصوت مع أوامر الصوتية، بالإضافة إلى بلوتوث تحكم في عداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية. زين تشوفون هذا هو عداد الرحلات حق السيارة ومثبت سرعة. الدركسون جلد خياط طبعا، للأسف ما في تخشيبة، ما يجي في تخشيب. والسيارة يجي عليها الفورميكا اللي يسمونه خشب بيانو، حاجة زي كذا، بلاك بيانو وحشب يسمونه بالمختصر، يعني النوع هذا من هو طبعا أنا ظنيت إنه رش، ما هو بخشب حقيقي، ما ندري أهل الخبرة إيش يقولون.
معروف الليكزس دائما يجي خشب خشب، بس ما ادري هذا ليش كذا. في هذه بس الوحيده تجي بلاك بيانو الخشب الغامق. نرجع للسياره، زي ما تشوفون عندكم تشغيل بصمه الشاشه معلومات للاسف بدون نافيجيشن، لكن فيها كاميرا خلفيه ولله الحمد. هذه الكاميرا الخلفية موجودة. عندكم تحكم ماوس بالشاشة، ساعة عادية فيزيائية يسمونها. طبعا سي دي مع مدخل يو اس بي ويكس برضه موجود هنا. بسم الله، هذه هنا منفذين يو اس بي، وعندكم هنا منفذ طاقة. وضعية القيادة من ايكو الى نورمال الى سبورت، وعندكم هنا تراكشن والجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك. عندكم طفايه الدخان هذه هنا موجوده. حامله اكواب برضه، هذه تقدر تستخدمها كحامله اكواب. سنتر لوك في باب الراكب. طبعا التخشيبه جايه على الابواب زي ما تشوفون. على الطبلون وعلى ديكور الجير. صراحه انا اتصغر وش ما حطوها على الدركسون، كان اجمل، خاصه الدركسون كان تخشيبه فيتحمل اكثر من الجلد. الجلد بعد فتره تلقاه يتعب، خلاص يبدا يتعب. عندكم انوار السقف زي ما تشوفون اخوان الكرام، LED. هذه انوار السقف زي ما تشوفون، انوار LED بلمس، حركه حلوه صراحه. شماسات طبعا اكيد فيها مرايه وتكون، وبرضه فيها نور LED، ما يحتاج الليكزس السياره هذه يا معلم. فتحة السقف، السياره من الخلف طبعا هذه تكايتها ما فيها تحكم خلفي منها شيء، لكن فيها فتحات تكييف خلفيه. مواصفات الامن والسلامه، فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات الباك للسائق والراكب، وعدد 5 احزمه امان. سيارة منافسينها طبعا، السيارة ما شاء الله تنافس كثير سيارات، يعني خاصة انها تعتبر من السيارات الفاخرة نوعا ما، انها سعرها ما هو مبالغ فيه بحكم ان السيارة بالاول والاخير دفع امامي. السيارة بشكل عام اخواني الكرام يعني تدخل على عن طريق منافسة السيارات السيدان الكبيرة الحجم الدفع الامامي، اللي من بينها تويوتا فالون، تويوتا كامري، هيونداي ازيرا، كيا كيدنزا، فورد تورس سلف الكامل، عندكم برضو هوندا اكورد الفي 6، عندكم نيسان ماكسيما، برضو كل بوهم يعني نفس الفئه هذه. صحيح ان ذيك علامات تجاريه عاديه ما هي فاخره، لكن برضو السياره تعتبر من المنافسين بحكم ان السياره اسعارها تعتبر نطة شوي عنهم. مثلا يوم بتروح نجيب افالون في الكامل نلقى سعر حدود ال 145,000، يوم نجيب ازيرا في الكامل سعره 135، كدينزا نفس الموال، ماكسيما 125 130، هوندا كورد برضه نفس الاسعار هذه. فنلاقي الفورد تورس ما شاء الله توصل 150 160 خاصه اذا اخذت فئات الليمتد والشو، فتدفع المبلغ هذا. فالسياره برضه تدخل برضه من ضمن المنافسين. سيارة حلوة، عملية، ممتازة، خط سفار ممتاز، جوا مدينة ممتازة بكل شيء. أنا صراحة أشوفها يعني مميزة، بدل ما أخذ مثلا أفل مدفع فيها 145,000، صحيح الأفل ممكن فيها بعض المواصفات الزيادة زي التبريد، تسخين، النافيجيشن، لكن أقول لك والله أبغى أخذ الشعار هذا، ما دام عندي على الدركسون أنا يكفيني الشعار هذا، فممكن برضه أحط السيارة أو الفئة هذه من ضمن الخيارات الحلوة. في منها 4 سلندر 250، سعرها في حدود 143 142 او 175 في وكالة عبد اللطيف جميل. اتوقع والله اعلم من اللي سأل عاد يكتب، يعني ما احنا دائما يكون عندنا شيء صح شيء غلط، فيعني ما هو بشرط ان كل شيء نقوله 100% مضبوط. طبعا اخوان الكرام قبل كل شيء لا تنسون تحميل تطبيق معرض مادة الدين جوالك ايفون ولا اندرويد، حمل التطبيق، ابحث عن معرض مادة الدين في متجر جوالك وابحث وحمل التطبيق، وان شاء الله بيعجبك كل السيارات اللي موجودة تلقاها على تطبيقنا. ولا تنسون تضيفون حساب سناب شات عندكم الرابط تحت، واذا حابب تصور نفس الحساب حقي بيجيك اخر المقطع وجاك في اول المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.